تجدد الإضرابات العمالية في قطاع السكك الحديدية احتجاجاً على قلة الأجور، حيث شهدت معظم المدن في إنجلترا إضراباً في حركة القطارات، مما سبب تأخيراً كبيراً في رحلات المسافرين بين المدن. الحكومة تتعامل مع المسألة بشكل خاطئ، لا تتفاوض كما يجب، هذا الأمر يؤثر على المسافرين. المحطات تغلق أبوابها مبكرا، وهو أمر غير آمن خاصة للنساء. أشعر أن هذه الإضرابات زادت خلال هذه الفترة، وهي تعرقل تنقل الناس إلى العمل. وأعلن عمال قطاعات أخرى من بينهم الأطباء وسائقي قطارات الأنفاق نيتهم تنفيذ مزيد من الإضرابات في أغسطس، بعد رفض الزيادة التي عرضها رئيس الوزراء ريشي سوناك، التي يرون أنها لا تتناسب مع حجم ارتفاع تكاليف المعيشة. كان التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية متفشيا تماما. خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتخذنا موقفا لمحاولة تغيير الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع العمال. وتعتبر الحكومة أن زيادة الأجور التي عرضتها كافية، وأن رفع الأجور بنسبة أكبر يزيد خطر ارتفاع نسبة التضخم الذي يعصف بالبلاد. ولجأت الشركات المشغلة للقطارات إلى توفير خدمات مخفضة عوضاً عن إلغاء رحلاتها بسبب إضراب سائقي القطارات من أجل تجنب اضطرابات السفر التي تكثر في هذا الوقت من العام بسبب موسم العطلات الصيفية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، جمان العزاوي، لندن.